أهلا بكم من قناة مصر التعليمية أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية والموعد الأسبوعي المتجدد وبرنامج مدرسة على الهواء ومادة الدراسات الاجتماعية. قبل ما نبدأ في درس الثروة الحيوانية والسمكية في العالم بنرحب كلنا بالدكتورة إيلاريا عاطف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذ محمود، وأهلا بكل ولادنا وبناتنا وحتى السادة أولياء الأمور اللي بيتابعونا في كل مكان. أعزائي الطلاب، طبعا إحنا بندرس الترم ده الجغرافيا الاقتصادية للعالم، وبدأنا بالنشاط الزراعي في العالم، ويمكن عرفنا في النشاط الزراعي إن في زراعة بدائية أو بسيطة وفي زراعة متقدمة. النهاردة هناخد النشاط الرعوي استكمالا للجغرافيا الاقتصادية، هناخد النشاط الرعوي في العالم، هناخد الثروة الحيوانية في العالم والإنتاج الحيواني، وكمان هناخد الإنتاج السمكي. بالنسبة للنشاط الرعوي في العالم، الرعي في العالم بينقسم إلى قسمين أساسيين. أولا الرعي التقليدي اللي احنا بنقول عليه رعي بدائي، ثانيا الرعي التجاري. هنا دكتورة أنواع الرعي في العالم، طبعا كل الطلبة يمكن في ذهنهم الرعي مرتبط بوجود مناطق الحشائش أو المراعي زي ما احنا درسنا في تانية إعدادي، إن الرعي في الوطن العربي مرتبط بوجود المراعي المعتدلة في الشمال أو المراعي الحارة في الجنوب. يا ترى لما أتكلم على مستوى العالم هشوف أنواع جديدة من الرعي؟ دي حقيقة، هنشوف لأول مرة الرعي التقليدي أو الرعي البدائي. طب احنا ليه سميناه تقليدي أو بدائي؟ لأنه بيتم في مناطق فقيرة جدا صحراوية، سواء صحاري حارة أو صحاري معتدلة أو صحاري باردة. ولما بنيجي نشرح أستاذ محمود الصحاري الباردة، ولادنا يسألوا إيه ده؟ في حاجة اسمها صحاري باردة؟ اه طبعا، التندرا دي صحاري باردة، صحراء جليدية، فبالتالي المنطقة دي منطقة لا فيها زرع ولا ماء زي ما بنقول. وهنا دكتورة ممكن نقسم أنواع الصحاري في العالم إلى صحاري حارة، صحاري معتدلة، وصحاري باردة. دي حقيقة، وده ممكن يجي لنا سؤال أكمل أكمل. تنقسم الصحاري في العالم إلى نقط ونقط ونقط. طب نقط ونقط، طب إحنا خدنا أنواع الصحاري أخدناه جوه الرعي التقليدي. لما نعرف إن في صحاري حارة اللي هي من 18 ل 30، لو إحنا فاكرين بقى اللي إحنا أخدناه في الترم الأولاني، دوائر عرض من 18 ل 30، ولو احنا فاكرين الصحاري المعتدله احنا ما درسناهاش بس عرفنا مكانها على الخريطه، اللي كانت من 5 من 30 ل 45 في داخل القارات يا استاذ محمود، احنا ما درسناهاش بس كانت موضحه قدامنا على الخريطه. الصحاري البارده اللي احنا بنسميها التندرا دي كانت موجوده من 60 ل 90. فمعنى كده ان انا عندي ثلاث انواع من الصحاري في العالم وممكن اتسال فيهم في الامتحان، الصحاري الحاره والصحاري المعتدله والصحاري البارده. والثلاث صحاري دول بيمارس فيهم السكان اللي عايشين في المناطق دي حرفة رعي بنسميه الرعي البدائي أو التقليدي، لا بيستخدم تكنولوجيا ولا عنده رعاية بيطرية ولا عنده حتى آلات ولا عنده فكر ولا عنده أي حاجة. هو مجرد بيطلع شوية الحيوانات اللي عنده، اللي هي حيوان المرعى بتاعه اللي موجود في المنطقة دي، وبيبدأ الحيوان ده يتغذى على الأعشاب البسيطة خالص اللي بتطلع في هذه المنطقة. هنا دكتورة ممكن نقول إن الرعي البدائي هدفه الأساسي تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ دي حقيقة، عمرنا ما شفنا مثلا ناس عايشين في الصحراء بيصدروا الإنتاج بتاعهم الحيواني لدول العالم، لأن الناس دي بتربي الحيوانات مجرد إن هي بس تكفي قوت يومها أو القوت بتاعها في فترة الصيف أو في الشتاء على حسب موسم الرعي عندهم. تمام. فبالتالي الرعي ده بيهدف زي ما حضرتك قلت للاكتفاء الذاتي، ومش هدفه أبدا التصدير للخارج. إذا هنفهم كده يا أولاد في نقطتين أساسيتين زي ما وضحت الدكتورة. أولا أن الرعي البدائي أو الرعي التقليدي كما يعرف يرتبط وجوده بمناطق الصحاري في العالم، سواء الصحاري الحارة، الصحاري المعتدلة، أو الصحاري الباردة. كمان النقطة الثانية اللي عاوزين نعرفها أن هذا النوع من الرعي، الرعي البدائي، هدفه تحقيق الاكتفاء الذاتي دون وجود فائض يسمح بالتصدير. هنا دكتورة الرعي البدائي أو التقليدي احنا قلنا موجود في الصحاري الحارة، في الصحاري المعتدلة، في الصحاري الباردة. عاوزين نوزع مناطق الرعي البدائي على خريطة العالم اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة مع حضرتك. ولادنا طبعا المتفوقين هيبقى بالنسبة لهم الموضوع سهل جدا، لأن هم دايما هيربطوا ده بدوائر العرض. يعني من 18 ل 30 الجزء المتظلل ده، من 30 ل 45 اللي هي الصحاري المعتدلة. لو رحنا عندنا في شمال إفريقيا اللي هو من 18 ل 30 فدي صحاري حر. لو طلعنا في أقصى شمال العالم أو أقصى جنوب العالم، صحاري التندرا. الصحاري التندرا. هنا دكتورة السهم بيشير إلى صحراء شبه الجزيرة العربية وبادية الشام. أنا الخريطة بالنسبة لي مش واضحة شوية.
دي شبه جزيرة عربية وبادية الشام. وعلى فكرة الرعي في المنطقة دي بدأ يقل بنسبة كبيرة جدا بسبب اكتشاف البترول وتوطين البدو في المنطقة دي. وهو السؤال ده دايما بيجي دكتور على هيئة بما تفسر، يقول لنا بما تفسر قل عدد القائمين بحرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام، ويمكن السؤال ده هيتعرض كمان شوية على الشاشة معنا، طبعا بسبب اكتشاف البترول وتوطين البدو. دي اول منطقه دكتوره. حتى الولاد بيقولوا لنا طب هو اكتشاف البترول ايه علاقته بالرعي؟ الناس دي كانت قبل اكتشاف البترول بتشتغل بحرفه الرعي، طب انا دلوقتي ظهر عندي بترول، هل بقى هسيب حياه الرفاهيه اللي هي حياه المستوى الاقتصادي المرتفع زي ما احنا اخذنا الناس اللي عندهم بترول بيبقى زاد دخل اقتصادي مرتفع، هل بقى هسيب الدخل الاقتصادي المرتفع ده واروح ارعى اغنام في الصحاري؟ اكيد لا. فبالتالي اعداد البدو اللي موجودين في شبه الجزيره العربيه بيقلوا بشكل كبير جدا زي ما حضرتك ذكرت وقلت، بسبب انتشار اكتشاف البترول وتوطين البدو، يعني خلينا البدو دول يسكنوا في بيوت بدل ما كانوا بيسكنوا في الصحاري والباديه. طيب نرجع للخريطه الثانيه دكتوره، وهنشوف المنطقه الثانيه اللي فيها رعي بدائي. هنلاقي ان السهم يا دكتوره بيشير الى وسط اسيا، دول وسط اسيا هيظهر قدامنا على الشاشه دلوقتي حالا. دول وسط اسيا دكتوره برضو منطقه من مناطق الرعي البدائي او التقليدي في العالم، ولكن ايضا في هذه المنطقه قل عدد القائمين بحرفه الرعي البدائي. عاوزين نعرف السبب بقى هنا في كلمتين، انتشار التعليم. الناس دي بقت متعلمين بقدر عالي جدا، فبالتالي ما بقاش عندهم فرصه ان هم يشتغلوا في حرفه الرعي، لا انا اتعلمت فهشتغل في التجاره، هشتغل في الصناعه، هشتغل في نشاط متقدم زي التعدين. فبالتالي انتشار البدو في منطقه وسط قاره اسيا قل بنسبه كبيره جدا عما سبق بسبب انتشار التعليم. تمام. المنطقه اللي بعد كده يا دكتوره منطقة شمال إفريقيا. شمال إفريقيا هنا في منطقة رعي بدائي أو تقليدي أيضا اللي هي منطقة الصحراء الكبرى. دي حقيقة. عندنا أيضا في شمال أسيا وشمال أوروبا، وهنا في خصوصية في نوعية الحيوان اللي بيرعى دكتورة. حيوان الرنة، لأنه المنطقة دي منطقة متجمدة بشكل كبير، فبالتالي صعب قوي إن احنا نربي عليها أغنام أو ماعز أو إبل نظرا للتجمد الشديد، فبالتالي ممكن نلاقي عليها بس حيوان الرنة. هنا في سؤال مهم قوي عايز اولادنا يركزوا فيه يا استاذ محمود. لو جه مثلا حط على الخريطه رقم في وسط اسيا زي ما هو متوضح مثلا الحيوانات المنتشره في وسط اسيا، وقال لنا حرفه رعي، منطقه رعي نقط او منطقه رعي، في بعض الطلبه دكتوره بتغلط هنا، بتكتب منطقه رعي ويكتب اغنام او ابقار، دي غلط طبعا. لا، هو عايز نوع الرعي اللي موجود. الرعي الموجود ده رعي، هل هو رعي متقدم او هل هو رعي بدائي؟ لا، المنطقه دي منطقه رعي بدائي او تقليدي. يعني على سبيل المثال لو شاور على الخريطه كده قدامنا وشاور على شبه الجزيره العربيه وباديه الشام وقال لنا منطقه رعي نقط، هنقول منطقه رعي طبعا ايه، بدائي او تقليدي. بالزبط. ايضا لو شاور برضو على شمال اسيا او شمال اوروبا برضو منطقه رعي بدائي او تقليدي. وهو ممكن يسال كمان على الحيوان اللي في شمال قاره اسيا وقاره اوروبا، يعني هو ممكن ما يسأل يرعى حيوان نقط، يرعى حيوان نقط او منطقه رعي حيوان نقط. فبالتالي اولادنا هيبقوا شويه عندهم سرعه ساعه الامتحان والاجابه وكده، فلا احنا نركز قوي هو عايز المنطقه دي منطقه ايه ولا بيتربى فيها حيوان ايه. هنا دكتوره حيوان الرنه ده بعض الطلبه يمكن ما شافتش صورته، رغم ان صورته احنا كلنا عارفينها لانه مرتبط طبعا بشخصيه بابا نويل. تمام، جبنا صوره ايه لحيوان الرنه عشان الطلبة كلها يشوفوا هذا الحيوان الذي يرعى في شمال قارة أوروبا أو شمال قارة أسيا. دي صورة لحيوان الرنة. هما الولاد عندنا كمان ربطوه قوي بالأفلام الأجنبي اللي بيشوفوها في الكريسماس وكده، فبالتالي خلاص هم عارفين ده حيوان الرنة اللي بيتربى في المناطق المتجمدة، وطبعا ليه خصوصية في شكله ولب وطريقة الفرو بتاعه علشان يقدر يستحمل البرودة الشديدة في الوقت ده. تمام، ده بالنسبة لأول نوع من أنواع الرعي يا دكتورة وهو الرعي البدائي. هنشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي، احنا طبعا قلنا الأسئلة دي بس هتظهر على الشاشة دلوقتي قدامنا عشان اللي يحب يكتب معانا. بما تفسر قل عدد القائمين بحرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام، طبعا زي ما احنا قلنا بسبب تدفق البترول وتوطين البدو. سؤال آخر برضو، بما تفسر قل عدد القائمين بحرفة الرعي البدائي في دول وسط أسيا، هنا برضو يا أولاد بسبب انتشار التعليم بين أبناء القبائل في دول وسط أسيا وتغير نشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات. الخدمات هنا مقصود بها الصحة والتعليم، يعني الخدمات اللي هي الوظائف الحكومية طبعا، اللي هي ايه مرتبطة بالخدمة اللي بتقدم مجانيا في هذه المنطقة. تمام، نيجي للنوع الثاني يا دكتورة وهو الرعي التجاري. والرعي التجاري يمكن لو احنا اتكلمنا عنه
هنلاقي أهم ما يميز هذا النوع من الرعي هو استخدام الأساليب العلمية الحديثة في تربية الحيوان. دي حقيقة، ولما بنستخدم الأساليب العلمية الحديثة مش بس بنستخدمها، لا ده احنا كمان بنحاول نخلي الحيوان اللي بيتربى حيوان متخصص. يعني ايه؟ يعني انا بعمل المرعى ده او المكان ده او المزرعة دي لتتخصص في تربية حيوان من نوع واحد. يعني اوروبا وامريكا والامريكا الشماليه واستراليا لما بتيجي تربي حيوان المرعى بتعتمد فيه على التخصص قوي. يعني مثلا مساحات كبيره جدا تلاقيها بتربي مثلا ابقار، مساحات كبيره جدا في استراليا تلاقيها بتربي اغنام بس. طب ليه اغنام بس وليه ابقار بس؟ لانها بتجيب الات وتكنولوجيا وبتجيب فريق من البيطريين يشتغلوا على الحيوان ده بس. والغريب جدا اللي في الاماكن دي يا استاذ محمود يبقى ليها علاقه قوي بالابحاث العلميه. يعني انا عايزه اولادنا برضو ياخدوا بالهم من الحاجات الاضافات اللي احنا بنزودها واحنا شغالين في الحلقه، انه الاماكن دي بتعتمد فيها على ان انا مش بس بربي حيوانات عشان اخد منها اللحوم او الجلود او الاصواف او الالبان، ده انا كمان جوه المراكز العلميه دي اللي بتربي الحيوانات بيبقى في مركز بحثي كده بيعمل تحسين للسلالات علشان يبقى في افضل السنه اللي جايه واللي بعدها. فبالتالي الحيوانات اللي بتتربى في الاماكن التجاريه اللي هي بنسميها الرعي التجاري، أول حاجة بتعتمد على استخدام الآلات الحديثة، فيها رعاية بيطرية، كمان بتعتمد على التخصص في حيوان المرعى. فبالتالي كل ده لما أنا أعمل كده هيبقى الإنتاج اللي طالع لي بقى، هل إنتاج ضعيف هزيل زي بتاع المناطق البدائية؟ أكيد لأ، هيبقى إنتاج رائع جدا وإنتاج ضخم جدا، فبالتالي أقدر أستخدم الإنتاج ده في التجارة الدولية، عشان كده بنسميه رعي تجاري. إذن دكتورة لو إحنا كده لخصنا مع بعضينا وقلنا خصائص الرعي التجاري، ممكن نقول نمرة واحد استخدام أحدث الأساليب في تربية الحيوان، نمرة اتنين التخصص في حيوان المرعى، تلاتة يهدف هذا النوع من الرعي إلى الإنتاج التجاري الضخم. وفي نقطة أساسية دكتورة عاوزين حضرتك توضحها لنا، وهي أن هذا النوع من الرعي التجاري مرتبط بمناطق الحشائش في العالم. دي حقيقة، الناس هناك بتعتبر أن مناطق الحشائش دي مناطق مراعي طبيعية غنية جدا، سواء حشائش حارة زي السافانا أو حشائش معتدلة زي الاستبس. وإحنا اتفقنا من الترم الأولاني أن الاستبس اسمه استبس في كل مناطق العالم المعتدلة ما عدا الجزء بتاع الولايات المتحدة الأمريكية اسمها حشائش البراري. فبالتالي الحيوانات هناك بتتربى على الحشائش، زائد انها يا اما تبقى حشائش حاره زي السافانا او حشائش معتدله زي الاستبس. وبالتالي هنلاقي المناطق اللي فيها انتشار للحرفه دي هنلاقي في امريكا الشماليه، هنلاقي في امريكا الجنوبيه، هنلاقي في استراليا. يبقى انا بدور على الاماكن اللي فيها فعلا نمو حشائش، يا اما سافانا يا اما استبس. طيب معانا خريطه يا دكتوره نوزع عليها مناطق الرعي التجاري في العالم سريعا كده. طبعا الولايات المتحده الامريكيه تحديدا يوجد فيها هذا النوع من الرعي التجاري الذي يعتمد على الحشائش. ايضا في الارجنتين في امريكا الجنوبيه يوجد رعي هنا دكتوره خدنا الاقليم ده احنا او خدنا السهول دي سهول بيمباس لمجموعه نهري بارانا وباراجواي اخذناها في الترم الاولاني، ودي من اغنى المراعي في قاره امريكا الجنوبيه في تربيه الابقار والاغنام تحديدا. بالظبط، عشان كده المنطقه دي غنيه جدا بنسميها حشائش البيمباس او مجموعه نهار لابلاتا اللي زي ما حضرتك قلت في الارجنتين. عندنا المنطقة طبعا الثالثة أوروبا يوجد فيها أيضا رعي تجاري، وما ننساش قارة استراليا يوجد فيها رعي تجاري. وناخد بالنا بقى من استراليا، بص يا أستاذ محمود احنا الرعي التجاري واخد القوس بتاع قارة استراليا كله من أقصى الشمال للشرق للجنوب، وسايب الحتة بتاعة الصحاري اللي موجودة في وسط والغرب هضبة الغربية كل دي فاضية كل دي. وهنا دكتورة يمكن هنا في حشائش السافانا بتنمو في شمال قارة استراليا. دي حقيقة، طبعا هنا في إقليم موسمي خدنا، يمكن خدنا الاقاليم في الترم الاول. طبعا الاقاليم المناخيه والنباتيه طبعا بتفهمنا درس الرعي والمراعي التجاريه في العالم، لان دي تطبيق. بالظبط، هي الجغرافيا الترم ده كلها تطبيق عما تم درسته في الترم الاولاني. يبقى اذا مناطق الرعي التجاري في العالم مرتبطه بالحشائش الحاره الطويله اللي هي السافانا، او الحشائش المعتدله القصيره الاستبس وهي ما يطلق عليها في امريكا الشماليه حشائش البراري. هذا النوع من الرعي التجاري مرتبط بالتصدير بالتجاره الدوليه. في هذا النوع ترعى الحيوانات يا دكتوره من اجل لحومها واصوافها والبانها، طبعا انتاج من اجل التصدير. بالظبط. طيب ده الجزء الاول من درس النهارده يا اولاد، وهو الرعي والانتاج الرعي والثروه الحيوانيه في العالم. طبعا احنا خدنا الرعي وشفنا أنواع الرعي، الرعي البدائي أو التقليدي، وشفنا الرعي التجاري. ننتقل إلى أنواع الثروة الحيوانية في العالم. لو احنا اتكلمنا عن أنواع الثروة الحيوانية في العالم، عندنا أولا الأبقار، عندنا الأغنام، عندنا الجاموس، عندنا الماعز، عندنا الخنازير، عندنا الإبل.
كل هذه الأنواع من الثروة الحيوانية بتنتج لنا نوع من اللحوم بنسميها اصطلاحا اللحوم الحمراء. بس احنا طبعا في دراستنا يا دكتورة المقررة علينا هناخد نوعين بس بالدراسة، اللي هو الأبقار والأغنام. ماشي، هذا قدامنا على الشاشة دلوقتي، هندرس الأبقار والأغنام فقط، إنما باقي الثروة الحيوانية موجودة في المعلومة الإسرائيلية طبعا نقراهم كويس جدا جدا. طبعا المعلومة الإسرائيلية مش محطوطة كده وخلاص، لا ده لازم نستفيد منها ونقراها حتى لثقافتنا العامة. فعندنا دكتورة النوع الأول من الثروة الحيوانية ألا وهو الأبقار. دكتورة، الأبقار في العالم عايزين نشوف الأهمية الاقتصادية للأبقار. هي أولا الأبقار هي مصدر رئيسي للحصول على اللحوم الحمراء، يعني معظم تربية الأبقار في العالم بناخد منها اللحوم الحمراء بالإضافة للألبان الموجودة في هذه الثروة الحيوانية. طيب احنا بندور بقى، احنا الأبقار دي لما بتدينا لحوم حمراء طب هي بتتربى فين أصلا؟ هنلاقي إن الأبقار على سبيل المثال بتتربى أول قارة فيها تربية أبقار في العالم هي قارة آسيا. طب ايه ده؟ اسيا بتربي ابقار بنسبه كبيره جدا عشان كده بتحصل على المركز الاول. طيب مين تاني او مين اول دوله جوه قاره اسيا؟ هنلاقي بتاخد المركز الاول طبعا الصين، يبقى الصين بتاخد مركز اول في تربيه الابقار. سوري انا اسفه، الهند بتاخد مركز اول في تربيه الابقار باعتبار ان الهند عندها تربيه للابقار كثروه حيوانيه مش عشان الذبح، لا الهند عندها عقيده او عندها جماعه من الناس العايشين اللي هم اسمهم الهندوس، ودول بيروحوا بيعبدوا الأبقار على ديانة الهندوسية، فبالتالي تعد دولة الهند أولى دول العالم تربية للأبقار اللي موجودة جوه قارة آسيا. يبقى أنا عندي أول دولة الهند، أول قارة في تربية الأبقار هي قارة آسيا. لو دورنا بقى مين القارة اللي بتلي قارة آسيا، هلاقي أمريكا الجنوبية. يبقى انا عندي قارتين بيتصدروا انتاج الابقار في العالم، او مش انتاج، خلينا نقول تكون ادق تربيه الابقار في العالم، هي قاره اسيا تليها قاره امريكا الجنوبيه. اول دوله في العالم بتربي ابقار هي دوله الهند، لان الهند عندها جماعه اسمها جماعه الهندوس، ودي عندها ايمان بان في عقيده كده بتاعتها اللي هي العقيده الهندوسيه. تمام، معنا خريطة دكتورة هي هتظهر دلوقتي على الشاشة، هنشوف الدول والقارات المنتجة للأبقار عام 2012. طبعا احنا عرفنا ان الابقار هي المصدر الرئيسي للحوم والالبان لمعظم سكان العالم. تاتي قاره اسيا في مقدمه قارات العالم انتاجا وتربيه للابقار، حيث بلغ انتاجها عام 2012 حوالي 521 مليون راس. وهنا دكتوره الحيوانات طبعا نقول مليون راس، دي حقيقه. تمام ماشي، انما طبعا البشر احنا بنقول نسمة. مليون نسمه، عشان طبعا ربنا سبحانه وتعالى طبعا كرم الانسان، فمش معقوله طبعا هنقول ايه لا لا مش بنعدها بالرؤوس. طبعا يبقى اول قاره هي قاره اسيا، قاره اسيا دي بتاخد مركز اول، 521 مليون راس طبقا لاحصاءات 2012. تاتي بعدها مباشره امريكا الجنوبيه 348 مليون راس، اما افريقيا فبلغ انتاجها 298 مليون راس، اما امريكا الشماليه فقد بلغ انتاجها في عام 2012 158 مليون راس، واوروبا 122 مليون راس، وتاتي قاره استراليا في اخر القارات حيث بلغ انتاجها حوالي 39 مليون راس من الابقار. أنا طبعا سمع بقى اولادنا مش الحفظ طبعا، سمع اولادنا بيقولوا ايه كل الارقام دي على احنا بس عشان موجوده في رسم البيان يا دكتوره بالزبط. يعني ليها مدلول كتاب المدرسه طبعا طبعا الوضع المنهج طبعا حاطط الرسم البياني ده للاستفاده، عشان نستفيد منه نحلل الرسم البياني. لازم نحلل الرسم البياني ده، ومن خلال الارقام دي هنعرف نرتب قارات العالم حسب الانتاج. طبعا حفظ الارقام دي احنا قلنا طبعا مش هيجي في الامتحان او مش موضوع سؤال، لكن المدلول لانه ممكن الاستاذ محمود يجي سؤال مثلا مين ثالث قارات العالم تربيه للابقار. تمام، من خلال الرسم البياني بنطلع الكلام ده بالظبط كده. يبقى انا وانا بذاكر بقى احط على رقم اسيا رقم واحد، امريكا الجنوبيه رقم اثنين، افريقيا وهكذا. يبقى انا برتب بس ترتيب الابقار، ترتيب القارات على حسب الانتاج بتاعها. واحيانا دكتوره بيجيب رسم بياني في امتحان نهايه العام، ومن خلال الرسم البياني ده انا بطلع معلومات للاجابه. دي حقيقه. طيب يبقى كده نرجع الخريطه بتاعتنا مره ثانيه، عرفنا ترتيب القارات، قاره اسيا، امريكا الجنوبيه، افريقيا، امريكا الشماليه، اوروبا، استراليا.
دي القارات المنتجة للأبقار عام 2012. أما بالنسبة للدول زي ما قالت لنا الدكتورة إيلاريا، تأتي الهند، الهند في مقدمة دول العالم إنتاجا للأبقار. الهند يا دكتورة بتربي عدد كبير جدا جدا من الأبقار، ويمكن زي ما حضرتك ذكرت لنا دي بسبب اعتقادهم وديانتهم الهندوسية التي تحرم ذبح الأبقار، وبالتالي طبعا بتزيد أعداد الأبقار هناك بشكل كبير جدا. رغم ذلك يا دكتورة ملاش أهمية اقتصادية. بالضبط. لسه هنسأل سؤال، انه برغم ان الاعداد الكبيرة الموجودة في الهند من تربية الابقار الا انها لا تشارك في التجارة الدولية. يعني ليه الهند ما بتشاركش الابقار بتاعتها في التجارة الدولية؟ هنقول نظرا لان عندها جماعة الهندوس اللي بتحرم ذبح واكل الابقار، فبالتالي الهند ما بتشاركش باي نصيب في تربية الابقار بالنسبه للتجاره الدوليه. دي طبعا وان كان الدكتور النقطه دي طبعا اتشالت من منهج السنه دي، ولكن احنا للتوضيح فاهمين حضرتك، للتوضيح لان احيانا بتيجي يعني ايه في امتحانات سابقه او في نماذج يعني حاجه تدل على هذا السؤال، والطالب ايه بيقعد يسال. احنا بنعد اولادنا ان هم يكونوا من مش المتفوقين ولا الفائقين، السوبر فائقين باذن الله ان شاء الله يا دكتور. ده بالنسبه للابقار في العالم. ننتقل للاغنام. الأغنام يا دكتورة مهمة جدا جدا برضو كمصدر للحوم والأصواف في العالم. دي حقيقة. الأغنام هنلاقيها الصين بتاخد مركز أول من حيث الدول، يعني أول دولة في العالم بتربي أغنام هي دولة الصين، وبالتالي قارة آسيا هي في قارات العالم المتقدمة في تربية الأغنام. الأغنام مرتبطة بحاجة بقى اسمها الحشائش يا أستاذ محمود. أينما وجدت الحشائش وجدت الأغنام. يبقى إحنا ندور على المناطق اللي فيها حشائش طبيعية عشان نستنتج إن المناطق دي فيها تربية للأغنام. يعني ممكن نفهم من كلام حضرتك يا دكتورة دلوقتي أن تربية الأغنام مرتبطة بمناطق الرعي التجاري؟ دي حقيقة. لأنه الإنتاج هنا بتاع الأغنام أنا مش بس بشارك باللحوم، ده أنا بشارك باللحوم وألبان وأصواف، دي حاجة تقيلة قوي في الرعي التجاري. يعني حاجة مش بس بستفيد من مورد واحد اللي هو اللحوم، لا ده أنا كمان معايا ألبان ومعايا أصواف، فبالتالي الأغنام بالنسبة لهم مورد اقتصادي رهيب زي ما بنقول. طيب معانا خريطة للعالم هنوضع عليها أعداد الأغنام في العالم طبقا لإحصاءات 2012. طبعا زي ما حضرتك قلتي تأتي الصين في مقدمة دول العالم إنتاجا للأغنام، تليها مباشرة الهند. طبعا الصين أنتجت عام 2012 حوالي 187 مليون رأس من الأغنام، وتأتي الهند بإنتاج بلغ 75 مليون رأس من الأغنام. أما قارة استراليا فكان نصيبها يا دكتورة حوالي 74.7 مليون رأس من الأغنام. مصر أيضا تربي أغنام يا دكتورة، مصر تربي 5.5. دي حقيقة. مصر بتربي 5.5 مليون رأس من الأغنام. ما ننساش إن إحنا عندنا إقليم البحر المتوسط فعندنا حشائش استبس. هنا يا دكتورة خدنا الأبقار وخدنا الأغنام، ويمكن دول اللي خدناهم بالدراسة بالتفصيل. في أنواع أخرى من الثروة الحيوانية طبعا مش بتخضع للدراسة التفصيلية، بس هنتعرف عليها من خلال الصور دلوقتي. عندنا مثلا أنواع أخرى زي الجاموس، لأن في بعض الطلبة دكتورة اللي طبعا ما راحوش الأرياف أو المناطق الزراعية ما يعرفوش الفرق بين الأبقار والجاموس، فاحنا طبعا تعمدنا نجيب صورة. أدي صورة الجاموس يا أولاد. تمام. طبعا في كمان الإبل اللي هي الجمال، وما ننساش أيضا الماعز. طبعا الأنواع الثلاثة دي بالإضافة إلى الخنازير، طبعا دي ثروة حيوانية بتسهم في الإنتاج الحيواني في العالم، وإن كانت الأبقار طبعا في مقدمة هذه الثروة الحيوانية. دكتورة الثروة الحيوانية مصدر مهم جدا للألبان واللحوم والأصواف والجلود على مستوى العالم، وده موضوعنا النهاردة أو الجزء الثالث النهاردة من موضوعنا اللي هو الإنتاج الحيواني في العالم. دي حقيقة. احنا بنربي بقى الحيوانات دي ليه؟ بنربي الحيوانات عشان نحصل على اللحوم، ده المصدر الاول، الالبان ده المصدر الثاني، الاصواف الثالث، الجلود. يعني انا باخد من الحيوانات دي اربع حاجات بالترتيب اللي انا قلته، باخد منها اللحوم، باخد منها الالبان، باخد منها الاصواف، باخد منها الجلود. طب هل كل اللحوم او كل الحيوانات بتشارك في التجارة الدولية بالنسبة للحوم؟ هل الألبان بتكفي حاجة السكان على سبيل المثال في مصر؟ هل الأصواف بتدخل في حاجة تاني غير صناعة الأصواف والمنسوجات الصوفية؟ والجلود بنستخدمها في إيه؟ ده بقى اللي هنقوله النهاردة مع الأولاد. طب نبدأ دكتورة باللحوم، ويمكن اللحوم دي في نقطة مهمة جدا جدا. طبعا سؤال دايما بيتكرر في امتحان الشهادة الإعدادية، بما تفسر زاد استهلاك اللحوم في كثير من دول العالم في السنوات الأخيرة؟ يعني انتاج استهلاك اللحوم زاد جدا يا دكتورة، ايه السبب؟ يعني حاجة بسيطة خالص، ارتفاع مستوى المعيشة. هي ناس في بعض الطلبة دكتورة في بعض الطلبة لما اجي اسأل السؤال ده لأول مرة او الزملاء في الفصل يعني يسألوا الطالب
ليه زاد استهلاك اللحوم في السنوات الأخيرة؟ في بعض الطلبة تقول لك بسبب زيادة عدد السكان. لا خالص، هو يعني دايما احنا بنقول للولاد احنا طول ما المستوى الاقتصادي مرتفع، طول ما احنا بنشتري لحوم وبناكل لحوم بمختلف انواعها، كل ما كانت الدولة مستواها الاقتصادي مرتفع هنلاقي الناس بتقبل على شراء اللحوم، فبالتالي اللحوم هتخلص. دي فده دكتورة الحال. يمكن دي دكتورة يعني بسبب ارتفاع أسعار اللحوم عالميا وخاصة في الدول النامية، يمكن اللحوم في الدول المتقدمة أكثر توفرا وسعرها طبعا أقل بكثير أو لان هم متوفر أكتر. عندهم راعي تجاري، فبالتالي عندهم الحاجه بوفره، فاحنا عندنا الحاجه اغلى شويه لان احنا الراعي عندنا بالنسبه لنا اقل منهم، فبالتالي الموضوع عندنا فيه احتياج اكتر. إذا لو جالنا السؤال ده يا أولاد في الامتحان، بما تفسر زاد استهلاك اللحوم في السنوات الأخيرة في كثير من دول العالم؟ هنقول بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من الدول. 8% فقط يا دكتورة من اللحوم بيدخل في التجارة الدولية، والباقي يستهلك داخل هذه الدول المنتجة. يعني دي حقيقة. الدولة المنتجة بتستهلك فيما يقدر ب92% ويصدر 8% للدول طبعا اللي عايزة أو اللي هي في حاجة إلى اللحوم. أو اللي هي عندها فائض، ما ممكن أكون منتجة بس أنا ما عنديش فائض يسمح بالتصدير، فبالتالي اللي بيتبقى 8% دي هي اللي بتخش في التجارة الدولية. تمام. لما نتكلم يا دكتورة عن الدول الرئيسية المنتجة للحوم، معانا خريطة هنوزع عليها. لو جينا بصينا بقى، هي الهند كانت اول واحده في تربيه الابقار. طب نسال نفسنا، هي اول واحده في انتاج اللحوم؟ هنلاقيها لا، ما بتشاركش، فاللي بيحل محلها الصين. الصين. نسال نفسنا طب الصين ليه؟ الصين عندها حاجتين، عندها خنازير باكتر من 51% من خنازير العالم بتربيها، فبالتالي عندها انتاج، عندها كمان ابقار واغنام، فبالتالي عندها كميه حيوانات بتطلع لها لحوم حمراء كبيره جدا. فعشان كده هنلاقي ان المركز الاول لانتاج اللحوم في العالم هنلاقيه في الصين. يعني هنا بنفهم من النقطة دي أن الصين هي الدولة الأولى في إنتاج اللحوم الحمراء في العالم، ومعظم لحوم الصين من لحوم الخنازير. ويمكن يا دكتور هنقول معلومة صغيرة، أن الصين أنتجت سنة 2008 حوالي 43 مليون طن من اللحوم الحمراء، منهم 38 مليون طن من لحوم الخنازير. دي حقيقة، وده دليل أن هي عندها تربية كبيرة جدا، هي بتستأثر بتربية الخنازير في العالم. تمام، يبقى الدولة الأولى في إنتاج اللحوم هي الصين، تأتي بعدها مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني. وهنا حد يسأل يقول لك إزاي الهند هي الدولة الأولى في تربية الأبقار في العالم طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة عام 2012، وإزاي الهند دي لا تتصدر المركز الأول في إنتاج اللحوم؟ هنقول بسبب برضو الديانة الهندوسية التي تحرم إيه؟ ذبح ذبح الأبقار. وأكل الأبقار. يبقى دي بالنسبة لأول منتج رئيسي اللي هو اللحوم يا دكتورة. اللحوم هي المنتج الرئيسي والأول للحيوان، وهي الغذاء الأساسي طبعا للإنسان. عندنا المنتج الثاني مباشرة بعد اللحوم، الألبان. طب احنا الألبان بقى بناخدها بتاخد مركز ايه؟ أولا هي بتاخد مركز تاني. طب لو جينا بقى الصين بقى، مين أول دولة بتنتج ألبان في العالم؟ هنلاقي الموضوع غريب جدا، هنلاقي الهند. طب طبعا ازاي؟ ما دي بقى علاقه، بص يا دكتوره، علاقه طرديه بالنسبه لعدد الابقار اللي فيها. دي حقيقه. فانا بالتالي انا مش باكل اللحوم بس ممكن استهلك الالبان بتاعتي. طبعا اكيد بالظبط. فعشان نلاقي كده الهند بتاخد مركز اول في انتاج الالبان. طب نسال نفسنا مين المركز الثاني؟ هنلاقي واحنا مغمضين علينا المركز الثاني رايح على قاره امريكا الشماليه وبالتحديد الولايات المتحده الامريكيه. فهنلاقي كده المركز الثاني للولايات المتحده الامريكيه طالع في اللحوم وطالع في الالبان. نفهم من كده يا دكتور ان الديانه الهندوسيه ان كانت بتحرم اكل لحوم الابقار ولكنها لا تحرم الالبان. دي حقيقه. وبالتالي طبعا بتصدره للخارج، عندها انتاج كبير جدا. الهند طبعا تصدرت المركز الاول بين دول العالم انتاج الالبان، زي ما هنشوف على الخريطه دلوقتي اللي هتظهر قدامنا. تاتي الهند في مقدمه قارات العالم انتاجا للالبان، ثم بعدها مباشره الولايات المتحده الامريكيه. وهنا دكتوره، مصر أنتجت حوالي 9 مليون طن من الألبان في عام 2012، لأن هذه الكمية لا تكفي حاجة السكان. دايما بمثل ولادنا الحته دي بطريقه، اقول لهم احنا 90 مليون وكيلو لبن بيعمل 4 كوبايات تقريبا يعني، فبالتالي احنا 90 مليون دي لو شربنا كيلو لبن احنا اللي بننتجه 9، فالموضوع كبير قوي. فالولاد بيفضلوا فاكرين الموقف ده ب 9 مليون و90 مليون، فمش ب 9 مليون انتاج و90 مليون نسمه، فبالتالي احنا فعلا كثره الاستهلاك بتاعتنا في اللبن مش مخلينا نقدر نكفي حاجتنا، لا احنا كمان بنستورد الالبان من الخارج. فدي العلاقه اللي انا كنت عايزه اوصلها بمثال بسيط جدا لاولادنا، ان استهلاكنا كتير جدا للبن برغم ان انتاجنا يعتبر برضو كتير، بس الانتاج مش بيوفي حاجه السكان. وهنا يا دكتور، عشان احنا في برنامج مدرسه على الهواء بنحب نقول معلومه دقيقه للطلاب، في فرق كبير جدا يا دكتوره بين استهلاك اللحوم في العالم بسبب ارتفاع مستوى المعيشة واستهلاك الألبان في مصر.
يعني هل لو قلنا مثلا بما تفسر لا يكفي انتاج الالبان السكان في مصر، هنقول بسبب زيادة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، لا ولا خالص، هنقول بسبب زيادة عدد السكان؟ زيادة الاستهلاك طبعا طبقا لزيادة عدد لأن طبعا السكان. الألبان في متناول الجميع، بالظبط، يعني الفلاح البسيط جدا جدا يا دكتورة يوميا بيستهلك ألبان. اللبن مهم جدا، واحنا زارعين على العقيده دي، فبالتالي احنا ما فيش بيت عندنا ما بيشربش الصبح كوبايه لبن، او ما بيختمش يومه بكوبايه لبن حتى للاولاد الصغيرين. وخاصة إن أسعاره لا تقارن بأسعار اللحوم. بالظبط كده، فعشان كده عايزين نقول ان استهلاك اللبن ده ناتج انه في او زياده استهلاك ده عمل عجز كبير قوي في انتاج اللبن عندنا، فبالتالي بنستورد الالبان من الخارج. ناتي يا اولاد للمنتج الثالث للحيوان وهو الصوف، ويمكن الصوف يرتبط ارتباطا كبيرا بصناعه نسج الصوف، وهنا بتكلم عن الصوف يا دكتوره الطبيعي اللي هو جاي من الاغنام، لان في طبعا الصوف حاجات الصناعي. صناعيه طبعا، انما احنا بنتكلم على الصوف اللي جاي من الاغنام تحديدا. وهنا يا دكتوره اول حاجه هتتبادر في ذهن الطالب قبل ما يذاكر الدرس وقبل ما يقراه قبل المدرس ما يشرحه في الفصل، يقول لك طالما الصين هي الاولى في الاغنام اذا هتكون هي الاولى في الصوف. المره دي لا، لان انا عندي استراليا بتربي اغنام جميله جدا اسمها اغنام المارينو. اغنام المارينو دي اغنام غنيه جدا بصوفها، وصوفها من النوع الحريري شويه الناعم، فبالتالي بتشارك بنصيب كبير جدا في التجاره الدوليه. يعني هنقول يا دكتوره هنا انتاج الخروف الواحد من الاغنام العاديه اقل اقل بكتير، من اغنام المارينو. دي حقيقه، لان الاغنام المارينو بتنتج اصوات بنسبه كبيره جدا، لو جينا قارناها بالاغنام العاديه لا في فرق كبير. ودي اللي فسر لنا تصدر استراليا لانتاج الصوف بدلا من الصين. دي حقيقه، فهنلاقي ان استراليا تاخد مركز اول المره دي وبعديها الصين وبعديها على طول. طيب هنشوف الدول الرئيسيه المنتجه للصوف في العالم على الخريطه مع اولادنا. اول حاجه طبعا تاتي استراليا في مقدمة دول العالم إنتاجا للصوف، وذلك بسبب تربية أغنام المارينو، أغنام المارينو التي تتميز بالصوف الجيد، ثم بعدها مباشرة دولة الصين. دي أنا عايزة بقى أولادنا النهاردة يبحثونا على صور أغنام المارينو. تمام، يعني أنا عايزة النهاردة نعمل سيرش كده وندور على صور أغنام المارينو شكلها عاملة إزاي، ونرفعها لزمايلنا على جروب مدرسة على الهواء عشان كمان هم يعرفوا كمان شكل أغنام المارينو إيه. يبقى كده يا دكتوره ده نشاط، احنا مالناش دعوه بالواجب، ده يعتبر نشاط لا بحثي. لا احنا الواجب بتاعنا في الاخر. ده نشاط بحثي، كل يعني على الطلبه اللي مشاركين معانا في الجروب، بسم الله ما شاء الله عددهم كبير جدا وبيشاركوا بصراحه ومتفاعلين جدا جدا معانا، هيدوروا على في شبكه المعلومات عن صور لاغنام المارينو ويرفعوها على الجروب بتاعنا مدرسه على الهواء ابتدائي واعدادي، وطبعا احنا هنكون طبعا شاكرين ليهم جدا يا دكتوره. وعلى طول بنشكرهم، يعني الولاد اللي بيعملوا النشاط المرتبط بالحلقه بتاعتنا على طول انا برد عليهم وبشكرهم في الحال، فانا بجد شاكره ليكم جدا يا ولاد على نشاطكم خلال الجروب. ننتقل لاخر منتج يا دكتوره وهو الجلود. الجلود منتج اساسي ايضا للثروه الحيوانيه. الجلود تقوم عليها صناعه دبغ وتصنيع الجلود الى اشكال والى منتجات متعدده، يمكن معنا شكله بيوضح منتجات جلديه متعدده بنستخدمها كلنا يا اولاد. دي صوره اخرى لمنتجات جلديه تصنع من جلود الحيوانات. سألنا سؤال استاذ محمود، ايه ده؟ طب جلود الحيوانات دي بيعملوها الوان ازاي؟ فحضرتك قلت دلوقتي حاجه دبغ دباغة الجلود. الجلود طبعا دباغة الجلود، يعني احنا بنديها لون عشان تبقى بالشكل اللي احنا بنشوفه. طبعا هي الجلود بمجرد ما طبعا بناخدها من الحيوان بتدخل في عمليات تصنيعيه عديده، تمام. ويمكن مصر دكتوره من الدول المهمه جدا 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 في الصناعات اليدويه الجلديه في العالم كله. دي حقيقه. كده انتهينا من اللحوم الحمراء، انتهينا من الانتاج الحيواني في العالم. هناخد نقطة تانية وهي انتاج الدواجن في العالم سنة 2012 يا دكتورة. طبعا الدواجن يا دكتورة مهمة جدا جدا لا تقل أهمية عن اللحوم الحمراء. باخد منها حاجتين، أول حاجة باخد منها لحوم بيضاء فبسد العجز بيها في اللحوم الحمراء، تاني حاجة بتديني انتاج البيض، ما انا ما عنديش انتاج بيض غير في الدواجن. طبعا فبالتالي انا بحصل انتاج البيض من الدواجن. بالظبط، فبالتالي المصدر الاساسي بالنسبة لي للحصول على هذا المنتج هو الدواجن. يبقى انا بسد العجز في اللحوم الحمراء فبالتالي بنتج الدواجن دي لحوم بيضاء، كمان بيبقى عندي المنتج التاني ليها وهو البيض. ناخد اهم الدول يا دكتور على الخريطة قدامنا. تأتي الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة دول العالم انتاجا للدواجن، وهنا يمكن يا دكتور لما اقول الدواجن اقصد لحوم الدواجن. صحيح. اللحوم البيضاء تحديدا. اللحوم البيضاء. تمام، تاتي بعدها دوله الصين، وهنا يمكن احنا في اللحوم الحمراء خدنا الصين الاول والولايات المتحده، في الدواجن ناخد الولايات المتحده الاول والصين الثانيه. دي حقيقة. نحاول نربط شويه علشان ايه الاولاد تثبت عندهم المعلومه.
ليه بالنسبة لإنتاج الدواجن في العالم؟ ننتقل إلى الجزء الأخير من درسنا النهاردة وهو إنتاج الأسماك في العالم. طبعا يا أولاد كلنا عارفين أن الأسماك غذاء أساسي للسكان خاصة في المناطق الساحلية. يمكن الدكتورة اللي بيروح اسكندرية أو بيروح بورسعيد أو يروح الأماكن الساحلية بتاعتنا دي هيلاقي السمك هناك متوفر بشكل كبير جدا جدا، ويمكن الغذاء الوحيد السهل إنك تلاقيه في المناطق الساحلية دي. صحيح، ولو تعزمنا عند أي حد في منطقة ساحلية أول وجبة بيعملوها لنا السمك والرز الصيادية بتاع الناس السواحل، فبالتالي نفهم من كده إن أهمية الثروة السمكية إن هي الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب السواحل، يعني معظم الشعوب اللي بتطل على السواحل، فبالتالي ده الغذاء الرئيسي بالنسبة لها. عندنا عوامل طبيعية دكتورة وعوامل بشرية تؤثر في تطور هذه الحرفة، حرفة صيد الأسماك. صحيح، ودي بقى عايزين نشرحها باستفاضة للولاد لأن فيها عناصر كده هم أول مرة يسمعوها. يعني ايه اصلا تطور حرفه الصيد؟ ما انا مثلا عندي في مصر في بحر احمر وفي بحر متوسط وفي كمان نهر النيل بالاضافه للخمس بحيرات المالحه والبحيره العذبه، هل ده كافي ان يكون عندي حرفه صيد بشكل كبير؟ ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي، وكمان هناخد ايه مقترحاتنا عشان تتحول مصر لاكبر دول العالم انتاجا للاسماك بالاضافه اللي احنا قلناه ان احنا بنمتلك كل السواحل. لو جينا بصينا على العوامل الطبيعيه هنلاقي لازم يكون المنطقه بتاعه المياه دي منطقه مش عميقه ضحله، يبقى ضحالة المياه ده عامل من عوامل تطور حرفة الصيد. يعني ايه ضحالة المياه؟ يعني المياه مش عميقة، فبالتالي الشباك تقدر تجمع سمك بنسبة كبيرة. تاني عنصر بالنسبة لي هو منطقة التقاط. هنا دكتورة في ضحالة المياه ممكن ترتبط النقطة دي بتغلغل أشعة الشمس وبالتالي المساعدة في تكون غذاء الأسماك؟ دي حقيقة، دي حقيقة، وبالتالي أنا أقدر كصياد أو أقدر كدولة بتصطاد سمك تقدر تلاقي المناطق دي وتقدر تجمع منها أكبر نسبة كبيرة من الأسماك. طيب النقطة الثانية أو العامل الثاني الطبيعي التقاء التيارات الباردة مع التيارات البحرية الدافئة. المنطقة دي منطقة بالنسبة للناس اللي بتشتغل في حرفة الصيد هي منطقة غنية جدا 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 بالعناصر الغذائية، فمنطقة التقاء التيارات الباردة مع الدفيئة دي برضو فيها مناطق تجمع سمكية كبيرة جدا، فبالتالي عامل من العوامل. يمكن يا دكتورة يعني علميا في معلومة هنقولها كده، عندما يلتقي التيار البارد مع التيار الدافئ التيار البارد أكثر كثافة، لأن احنا عارفين المياه الدافئة أقل كثافة، فالتيار البارد بينزلق تحت التيار الدافئ فبيعمل عملية تقليب للغذاء للعناصر الغذائية. فالغذاء بيطلع على السطح مما يؤدي إلى تجمع الأسماك. بالضبط. طيب السبب الثالث أو العامل الثالث وهو المواني دكتورة. المواني، احنا عارفين المواني الطبيعية اللي هي أصلا أماكن للرسو والسفن، فبالتالي لو أنا عندي أكتر من ميناء يبقى أنا عندي أكتر من مكان تقدر ترسو عليه السفن الكبيرة العملاقة علشان تستخدم في عملية الصيد، وده موجود بوفرة جدا في قارة أوروبا، فهنلاقي سواحل غرب أوروبا دي سواحل غنية جدا في الثروة السمكية. طيب العوامل البشرية دكتورة، كل ده من غير عمالة ماهرة ومتطورة لحرفة الصيد ولا حاجة. لو أنا ما عنديش العامل الماهر المتطور اللي بيستخدم أساليب علمية حديثة مش هيبقى عندي، مش هيقدر يطلع الثروة السمكية دي. استخدام الآلات الحديثة في تطور حرفة الصيد دي حاجة مهمة جدا. بصوا وشوفوا اليابان بتعمل ايه، اليابان عندها أساطيل بتقف على الميناء، الأسطول ده في مكان للسمك انه يصطادوه منه، بعدين جوه الأسطول مكان لتنظيف السمك، مكان لتكعيب السمك وتعليبه، ومكان لتجارة الأسماك اللي بتطلع معلبة من المصانع الموجودة داخل الأسطول، فبالتالي كله بيتم جوه البحر، ما بيحتاجش بقى انه يعمل نقل ومواصلات، ما بيحتاجش انه ياخد عمالة ينقل بيها المنتج لمكان الاستهلاك، لا كله السفينة او المركب او الأسطول واقف في البحر. فبالتالي بالإضافة إلى التوسع في تربية الأسماك على أسس حديثة ناخد محمود من القاهرة الأول دكتورة وبعد كده نكمل الأسماك. ألو ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. رحت فين يا محمود؟ نعم رحت فين؟ ألو ألو. يبدو أن في مشكلة في الاتصال دكتورة، هنكمل على بال ما المشكلة تتحل. معنا خريطة يا دكتورة بتوضح السواحل الرئيسية للأسماك في العالم. عندنا سواحل غرب أوروبا يا أولاد أهي، طبعا عندنا سواحل الأمريكتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وبرضو عندنا سواحل شرق آسيا، يمكن دي مش مكتوبة في الكتاب بس طبعا سواحل أساسية للصيد، دي مناطق الصيد في العالم. في العالم في بتطل على مناطق معتدلة وبردة تقدر تنفع لمصايد سمكية.
طيب هنا يا دكتورة، احنا عارفين ان نص الانتاج السمكي في العالم بيأتي من المياه المالحة، والتلت بيجي من المزارع السمكية، والباقي من مياه عذبة زي الانهار والبحيرات. لو خدنا الدول الرئيسية المنتجة للأسماك سنة 2012، هنلاقي الصين طبعا اول واحدة بتنتج اسماك، هنلاقي بعديها اندونيسيا، هنلاقي بعديها الولايات المتحدة الامريكية. دي الدول المنتجة يا دكتورة طبعا. بالزبط. اللي هي الدول اللي بتنتج اسماك. ايوه، اللي هي الصين، اندونيسيا، وطبعا ايه زي ما الولايات المتحدة الامريكية، ويمكن دي بسبب طول السواحل وبسبب طبعا تقدم وسائل الصيد. نيجي بقى للدول المنتجة يا دكتورة سريعا كده. لو بصينا للدول اللي بتصدر بقى، الدول التصدير، هلاقي الصين برضو بتاخد مركز، النرويج في اوروبا يمكن، وعندنا النرويج وعندنا تايلاند. دول ثلاث دول يا دكتوره، منهم دوله الصين في اسيا، النرويج في اوروبا، ونرجع تاني لاسيا ونقول ايه تايلاند. وهنا بقى ممكن ندي سؤال مهارات تفكير عليا، اولى دول قاره اوروبا تصديرا للاسماك. تصديرا، تمام. يبقى هنا انا لازم اروح للنرويج. النرويج، تمام. فناخد اولادنا من الحاجات اللي هي ممكن تيجي بين السطور او في بطن الاسئله زي ما بنقول. تمام. هنا دكتورة طبعا المياه المالحة تحتوي على أنواع أخرى زي القشريات الجمبري أو الرخويات الصبيط والحيتان اللي احنا بنستفيد من لحومها ومن شحومها طبعا في الصناعات. الولاد بيسألوا يعني إيه شحوم؟ شحوم ده اللي هو زيت كبد الحوت. اللي بيستخدم طبعا في المستحضرات الطبية. بالضبط. كده دكتورة احنا انتهينا من درس الثروة الحيوانية والسمكية في العالم. عايزين حضرتك بقى تقول لنا إيه الواجب بتاعنا قبل ما حضرتك نتناقش في بعض الأسئلة لو في وقت. مبدئيا احنا الواجب بتاعنا حل تدريبات كتاب المدرسة، زائد ان حضراتكم هتعملوا لي ورقة بيضة كده وهنسطرها ناخد فيها كل العناصر الرئيسية اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة، اللي هي الانتاج الحيواني والموارد والدواجن وتربية الأسماك، وهناخد مقارنة بين الأربعة دول من حيث الأهمية وأولى القارات وأولى الدول. يعني أنا هعمل مقارنة شاملة، هجمع الدرس بتاعي كله في ورقة كده جدول، واعمل فيه الأهمية، وهعمل فيه أهم القارات وأهم الدول لو موجودة، بحيث إن الورقة دي يا أولاد هتكون بالنسبة لي مرجع، مرجع للدرس ده عشان ما ننساش فيه أي جزئية. ولو إحنا عملنا كده يبقى إحنا 10/10 ومش محتاجين أي حاجة في الدرس ده. بالإضافة إلى النشاط بتاعنا اللي هو إن إحنا نبحث عن صورة أغمام المارينو ونرفعها على جروب مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي. طبعا يا اولاد في نهايه هذه الحلقه بنتقدم كلنا للدكتوره إيلاريا عاطف، شكرا لحضرتك يا دكتوره. شكر موصول لحضرتك يا استاذ محمود. وطبعا بشكر كل اللي شافونا النهارده عبر شاشه التلفزيون، وكل اللي حاولوا يتصلوا بينا، وخاصه محمود اللي اتصلوا صديق البرنامج. صديق البرنامج طبعا بنشكره جدا جدا، وبنشكر كل حبايبنا اللي بيتابعونا ومستنيين يا اولاد. وشكر خاص لاولادنا الملتزمين اللي بيعملوا واجباتهم اول باول، وانا بعتبر انه دول من اولاد مدرسه على الهواء، يعني مش بس اصدقاء البرنامج، لا دول اولاد مدرسه على الهواء. وما ننساش دكتوره بصراحه نشكر الساده اللي بيساهموا معانا في رفع الحلقات على الجروب، استاذ خالد ويمكن وفي استاذ محمد وفي استاذ هاني. بصراحه ناس يعني ليهم طبعا جزيل الشكر يا دكتوره. وشكرا يا اولاد لتواجدكم معنا النهارده، والى اللقاء في الاسبوع القادم.